من ضيق الطريق ووعورته إلى اتساع رقعة الفوضى، يمضي العراق على يد الأحزاب الحاكمة التي فشلت أو ربما انشغلت بتحقيق مصالحها عن مواكبة الزيادة السكانية في البلاد، ما دفع الناس إلى السكن في بيوت عشوائية، وبدلاً من توفير مساكن بديلة لهم، إذ بالسلطات الحكومية تطالبهم بإخلاء بيوتهم الحالية لهدمها لأنها متجاوزة على أراضي الدولة. احنا كنا بالتجاوز، لا اعطونا مثل ما تقول قطع، لا فرد شيء، شيلونا من مكان لمكان، وهسه انا هذا حاليا البيت البي مو الي، الواحد يعني مثل ما تقول متفضل علي وقاعد بي على ساعه يشيلونا، يعني ما مستقرين بالمكان، وانا لا راتب لا فرد شيء، كل شيء ما عندي. بعض هؤلاء الذين تريد الحكومة هدم منازلهم العشوائية في محافظة واسط نزحوا قبل سنوات من محافظات أخرى بعدما هدمت منازلهم فيها من جراء العمليات العسكرية ضد تنظيم داعش، لتجتمع عليهم مأساة الحرب وفقد المنزل والنزوح ومأساة التهديد بهدم منزلهم الجديد، ومن ثم ربما تبدأ رحلة نزوح جديدة تدفعهم إليها أحزاب السلطة. هي كلها معروفة، هي شغلات أحزاب، هي تأخذ هاي المكانات ومن يأخذها، كلها تأخذها أحزاب تسويها استثمار ويوقع بها الفقير، وإحنا وقعنا بعد لا عندنا مكان نرجع، بيوتنا اللي في كركوك مفلشة، هناك تعويض لا حصلنا معاملات من 2014 ولي حسن. وبحسب تقديرات رسمية وغير رسمية فإن العراق بحاجة إلى نحو 2.5 مليون وحدة سكنية للتغلب على أزمة السكن الخانقة، غير أن الحكومات المتعاقبة منذ الغزو الأمريكي فشلت في تنفيذ ذلك على الرغم من الموازنات الكبيرة التي التهم الفساد معظمها، حتى بات حل مشكلة الإسكان في العراق بحسب محللين مهمة شبه مستحيلة في ظل الأزمات المتلاحقة التي تتسبب فيها تلك الطبقة السياسية الفاسدة.